مش عارف ايه اللي خلاني اقول لك يا عبد القادر. يمكن عشان زين الله يرحمه هو الوحيد اللي كان قاسم معايا السر ده وهو عايش، ولما مات ما بقتش قادر استحمله لوحدي، وخصوصا ان عمار بقى حواليا دلوقتي. هان عليك ولدك يا سليم، تسيبه السنين دي كلها هيتربى زي الايتام حتى ما يعرفش انك ابوه. جبت الجثه دي منين؟ ورحمه ابوك يا عبد القادر ما تفتح في الجرح اكتر من كده، انا تعبان بما فيه الكفايه. انا مش راقص يا عبد القادر. قول له اسليم. اقول له؟ تفتكر يعني لما اقول له هيجي ياخدني بالحضن؟ خلي بالك منه انت وخلاص، خليه تحت عينيك. انا اذا ما كنتش هقدر اقول له الحقيقه، فعلى الاقل احسس نفسي ان انا مهتم بيه ولو من بعيد. توعدني يا عبد القادر. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير يا عمي، قالوا لي انك عايزني. خير يا علي، خير ان شاء الله. بقى انا اصل جيت ليكوا النهارده علشان في ترتيبات مهمه لازم تحصل، وانتوا لازم تعرفوها عشان هتكونوا طرف فيها. ترتيبات ايه يا عمي؟ عمك عبد القادر هيسيب العموديه. ايوه. وعالي هيكون معاك موجود في الدار علشان يجهز للعمودية وعشان يعرف انت بتمشي شغل الدار ازاي. ومين قال ان انا عايز ابقى عمدة؟ مش بكيفك يا علي، الكبير هو اللي يقول مين ينفع فين وانت عليك تنفذ. ده يعني اذا كنت واثق في كلام الكبير. واثق يا عمي، بس انا برضو مش شايف عمي عبد القادر قصر في العمودية. انا ما قلتش انه قصر يا ابني، انا عارف ان عمك عبد القادر سادد وعارف هو بيعمل ايه، بس عارف انا كمان بعمل ايه. ولا ايه رايك انت يا عبد القادر؟ هو في كلام بعد كلامك يا كبير؟ وانت يا سي علي. ماشي يا عمي، ماشي. طيب خلاص اتفقنا، انا هقوم انا علشان الحق اتحرك. سليم بيه. ايه يا عمار؟ سبتني ليه يا سليم بيه؟ سبتك ازاي يعني؟ يوم ما كنت هضرب عليك نار سبتني ليه؟ عشان انت يا عمار معزتك عندي، معزتك عندنا كبيرة قوي، لأنك واحد من ولاد الدار. وأنا معرفش ليه، أنا مش قادر أصدقك، مش قادر أصدق إنك سبتني بس يومها عشان خاطر أنا واحد من اللي اتربوا في الدار. وأنا مش قادر أصدق يا عمار إنك كنت جاي تقتلني أنا عشان بس سميح أمرك بكده. ابعد عن الدم يا عمار، ابعد عن الدم دي يا ابني، النصيحة اللي ملقتش حد ينصحها لي وانا في سنك. انا عارف ان انت مخك ناشف وعندي ومش هتسمع الكلام، بس اهو يمكن، مين عارف، مش يمكن المكتوب يتغير. يلا بينا يا عبد القادر. المفروض اقعد لي كمان يومين في المستشفى، بس
ما استحملتش يوم المستشفى. ألف حمد لله على السلامة. المهم إن أنت دلوقتي كويس. الحمد لله. مفيش أخبار عن الريس؟ والله حرب حالته غير مستقرة يعني. ربنا يسترها. أنا أدخل أسلم على جان هانم. عرفها إن أنا جيت. هحضر لك براد الشقة قبل ما تيجي. الواد يا عيني شكله واكل علقة. خلي بالك اللي في رجله دي أعتقد كده إن هي فردة سيفتي لزقت في قصبة الرجل. الوقفة كده يا حسن. أيوه يلا. شد صدرك، كتفك لورا، ركز، اضرب. بص يا حسن، الحتة اللي في آخر السلاح دي اسمها سن نملة الدبانة. امسك، عايزها تحت نص الهدف بالظبط. نشن كويس، خد نفس، اكتمه، ركز، اضرب. اخيرا. الله ينور يا عم حازم. اهو يا عم زي الفل. يلا وريني جدعانتك في الباقي، بس ركز المره دي كده اهداف كبيره، بعد كده الاهداف هتبقى اصغر. يلا. احسن. تاني ولا ايه؟ كده زي الفل. حلوه. بس يعني شخصية زي شخصية باباك اللي بتحكي لي عنها دي، القوة والجبروت اللي انت بتقولي عليه ده، أظنش يعني يخيل عليه واحد زي إياد ده. أكيد لو كان نصاب كان مسكه من الأول وكان عارف. أنا كمان بقول كده، بس بابا الله يرحمه كان دايما يقول لنا إن بابا إياد كان شغال معاه. يعني ممكن يكون طمع، مش عارف أنا بيه. هو أنا معاكي في الحتة دي، يعني اليومين دول بصراحة الناس ما بقاش أمان. عشان كده انا عايزه اتجوز بسرعه يا نبيل. انا خلاص تعبت ومبقتش اثق في اي حد. حتى انا؟ ده مش حد، ده نبيل. اوعدك يا سلمى ان انا هتقدم لك اليومين اللي جايين دول، ولو اني عارف يعني انها مش اصول، يعني عشان اخوكي في المستشفى وحالته مش مستقره، بس انا هعمل كده عشان ترتاحي. عندك حق، هيبقى شكلنا وحش قوي. قولي صح، هناتك عايزة منك ايه؟ ها؟ ما فيش ولا حاجة يعني. هي معرفش، ساعات بحس انها بتخترع أي حاجة عشان تتكلم معايا وخلاص. تخترع أي حاجة ازاي يعني؟ هو أنت حاسس ليها أنانية منك؟ لا مش للدرجة دي يعني، بس مش عارف يعني. أنا حاسس الموضوع أفور منها شوية، بس والله بحاول أصدها وبحس إنها قلة ذوق بس. لا صدها يا نبيل، وأنا مش عايز أي حد يتدخل في حياتنا بعد كده. هو أنا ليا تصرف تاني معايا. لا تصرف ايه؟ انت اي حاجه هتقوليها دلوقتي هتعمل مشاكل في القصر، بعدين ما نضمنش نتيجه الموضوع ده هتبقى عامله ازاي. على الاقل مش هنعرف نكلم ماما في موضوعنا دلوقتي خالص. احنا نهدى دلوقتي عشان نرتاح بعدين. اتفقنا؟ ماشي، بس هيك اشوفك واقف معاها في حته تاني. انت بتغير عليا بقى. ما ينفعش كل يوم تكلمني هنا يا سميح، الناس هنا هتشك فيا. وبعدين احنا ما اختلفناش صحيح، بس لسه ما اتفقناش. مش محتاج اوصيك على الدوار يا علي. حمل تجيل يا عمي، يا رب اكون كده. ما تقلقش هشيل معاك الحمل. ما تقلقش، عمك عبد القادر في ظهرك. طيب هتكل انا على الله علشان الحق اوصل الدار على بكره الصبح. شوف وشك بخير يا عمار. يلا سلام عليكم. خليك من البرز ما تطلعش. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا مكسوف من اللي قولهولك ده، ولولا ان انا عارف ان موضوع ارتباطك ده مجرد مشروع انا ما كنتش اتكلمت. بس بصراحه بقى الواد ده حورتاجي ومش سهل، وشكله مش هيستريح لما يكشفنا. وانت لازم تامنيني يا ريهام. امنك في ايه يا ايد؟ هو انت ليه محسسني انه مصورك؟ ده يا دوب شبه عليه. انا كنت فاهم كده برضو، بس لما سالني تاني اتاكدت. ايد ما تديش الموضوع اكبر من حجمه. عيله العطار لو كانوا شاكين فيك من الاول ما كانوش هيسيبوك كل ده. انت بس اللي مش فاهم يحيى كويس. سيبك بقى من كل اللي انت بتقوله ده، وقول لي يوسف وصل لايه مع حربي. الواد الغبي بعد ما اديته الموبايل عشان يوصلني كل حاجه اول باول
ضيعه وقع ولقوه في مكان الحادثه، يعني لابسه لابسه، بس انا كنت عامل حسابي وجايب شريحه باسمه. ما طلعتش سهل يا اياد. وانا لو كنت سهل يا رهام كان هاشم بيزرعني في وسط عيله العطار. عندك حق. بمناسبه الحق بقى، ممكن حضرتك تتكرمي وتكتبي لي شيك كده بباقي اتعبي؟ وانت يا حرام صرفت كل اللي اخدته عشان تبقى مستني دول؟ اعمل ايه؟ بص في كل اللي ورايا واللي قدامي عشان اليق ببنت العطار. لا، والصرف باين الحقيقه. وده هيجي ايه جنب اللي هبقى عليه بعد كده؟ المهم بس ابن هناء ده يفكوا مني خالص عشان الموضوع يمشي زي ما احنا عايزين، ولا ايه؟ تقلقش. هتعيده تاني يا حسن يا ابن الحلال، ركز، ما تخليش قلبك يحركك ويعميك عن الصح. الصح اللي مش هينفع ابعد عن الرحمه، لو كنت غلطت مره قبل كده مش هسيب نفسي غلط تاني. يا حسن انت دلوقتي مش مسؤول عن نفسك وبس، انت دلوقتي مسؤول عن نفسك والدار وشبابه ومتأمن جزء كبير من عيله العطار. تسيب بقى كل ده وتيجي ورا حبك لرحمه؟ رحمه هي الامل الوحيد اللي بيخليني ارجع بني ادم تاني، وانا مع رحمه بحس ان حسن اللي بجد حقيقي. عارف انا من ساعه ما بعدت عن رحمه وانا مش عارف اعيش، رغم ان الدنيا كلها جات لي لحد عندي، بقيت كبير الدار وعندي عيله وعندي اخوات، بس رحمه هي عيلتي الحقيقيه اللي مش هينفع ابعد عنها ولا هسيبها تاني يا عزيز. حسن، في واحد على البوابه بره عايزك وبتعيط. بتعيط اسمها ايه؟ حسنى. حسنى؟ تعال. ممكن تهدي بقى عشان كده قلقت؟ في ايه؟ رحمه يا حسن. مالها رحمه؟ ابوي هيجوزها الاسبوع الجاي من شعبان، وحبسها في البيت لحد ميعاد الفرح، وهي حلفه موت روحها. نصيبه اللي عارفه تعملها. انا مش فاهم ابوكي بيعمل معايا كده ليه؟ من ساعة ما شعبان جابها له من عنديك وقال له على اللي حصل، وهو حالف ان يجوزها له بالغصب، لكن ما هي ما تستناش، ما هتستناش. كنت جاي لك عشان تقول لك ان امك حره يا بنت تاج الدين فضل الله، نوبيه من اهل نوبه. ايه؟ طيب وهي عرفت منين اصلا؟ ستي كانت تعرف ابوك وامك زين، عشان خاطر رحمه يا حسن. ما تهملهاش في اللي هي فيه. لسك بتحبها يا حسن؟ انا عمري ما حبيت ولا احب غير رحمه. يبقى تالي حاجه يا حسن، انا ماشيه دلوقتي، لو بتحبها يا حسن روح لابوي وقول له اللي انت منين، من دمنا. طب وشعبان؟ مش هتحارب عشانها ولا ايه؟ حارب يا حسني، حارب.